ايه ده يا استاذ حسن؟ كنا داخلين على الشهر. لا يا سيدي وانت السالي، داخلين على رمضان، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، بس احنا فين ورمضان فين يا استاذ حسن؟ ده لسه فاضل عليه شهرين. ايه انت ما سمعتش عبد المطلب وهو بيقول لك من بدري واحنا بنحضر لك؟ انا يا بقى يا سيدي بحضر له اهو. والله يا استاذ حسن انت ربنا هيكرمك في اخر شهر، عارف ليه؟ لانك ابيض من جوه ومحرك شويتين من بره. ما تحترم نفسك امال. معلش يا استاذ حسن، طب بقول لك ايه؟ اما اروح بقى اجيب لك الدفتر اللي فيه اسامي الناس اللي هتوزع عليهم الحاجه بتاعت رمضان ان شاء الله. كشف ايه واسماء انت يا راجل يا مخبول انت؟ الحاجات ديت لبيتي انا ومراتي بس، فاهم؟ انتوا الاثنين انت ومراتك المسواح ده شكل المكله ده كله. سمعت؟ لم نفسك ها؟ الله اكبر يا استاذ حسن. اسمعني ازاي من غير منطق؟ يخرب بيتك يا استاذ حسن، مخاوي ولا ايه؟ وبعدين هو ومراته الاثنين هياكلوا المكله ده كله؟ يخرب بيتك. ايه يا حسن؟ ايه كل ده؟ شكل كده الميزانية خرمت وجبت حاجات بزيادة. انت على فكرة دي لسه في حاجات تانية بيطلعوها في عربية ربع نقل. عربية ايه؟ ربع نقل. هو مش هان عليك يا معفن تجيب حاجة رمضان في عربية نص نقل؟ الجيران يقولوا عليا ايه؟ مش لاقيين ناكل؟ مفيش ولا عربية نص نقل في السوق، ولا لقيت حاوية، ولا لقيت حتى عربية معطورة. هو ده اللي موجود يا حبيبتي، في ايه يعني؟ وجبت لي بقى شوية الحاجات دول بكام؟ بعد خصم 50,000 جنيه. كام؟ 50,000 جنيه. 50,000 جنيه مفتري، حرام عليك. ده اسماء جارتنا هرياقه بقى تريقه، وعشان جابت حاجات ب 75,000 جنيه. واقول لها ده انا جوزي هيجيب لي، ده انا جوزي هيعمل لي، تجيب لي حاجات ب 50,000 جنيه؟ حرام عليك، خليت رقبتي قد السمسمه. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، بكره نزود حاجات تاني، ايه المشكله؟ وريني الفواتير اللي معايا. حاضر. وريني جبت ايه؟ خلص. حاضر حاضر. خلصني. طلع لي كل اللي في جيوبك. عارف لو لقيت حاجه في جيوبك اعمل فيك ايه؟ طلع كله. كله. ايه ده يا حسن؟ هم دول 50 كيلو لحمه يا حسن؟ 50 كيلو بس؟ يا خبر ابيض. 30 جوز حمام و 35 ارنب. ايه 14 ديك رومي يا حسن؟ احنا عمرنا في حياتنا جبنا 14 ديك رومي؟ والله العظيم دول اللي كانوا موجودين خدتهم. وايه ده كمان؟ ايه 20 شكاره رز؟ يا نهار اسود عليا، 20 ده ما يكفوش المحش بتاع اول يوم رمضان يا حسن. اروح المضرب من بكره. 20 كيلو مكرونه يا مفتري، وست باليتات سكر، شكرتين دي، ده ما يكفوش بسكوت ال 10 دقايق اللي بتكفحوا كل يوم. ده البشاميل، البشاميل، بشاميل، بشاميل، بشاميل. تعالى لي هنا. نعم. فين 15 قرص الجبنه رومي؟ فين ال 3000 بيضه؟ فين قسط اللبن؟ فين الفول؟ فين 40 كرتونة زبادي؟ هتسحروا ايه؟ طب من بكرة الصبح هسافر الفيوم اجيب البيض، ولو لقيته ابيض هجيبه وهقعد الونه، وهجيب قدرة الفول كل ده هجيبه بكرة، بس ما تزعليش نفسك يا ماما. وطبعا نسيت الحاجة الوحيدة اللي انا طلبتها منك. ايه؟ مش على بالك؟ قمر الدين. لا بقى ما نسيتوش بقى، وانت طلعتي ظلماني بقى ومفترية بقى. انا رحت طلعت الطاقة الاستيرادية وهستورد 60,000 لفة قمر الدين، هيجوا لنا بعد شهر. ماشي، ما اروح اشوف المصيبه اللي انت عملتها. ماشي، وانا هنزل على القهوه اشرب لي كوبايه شاي. تنزل فين يا حسن؟ هنزل اقعد على القهوه. تعمل ايه على القهوه يا حسن؟ هشرب شاي. بكام كوبايه الشاي يا حسن؟ بخمسة جنيه. خمسة جنيه ايه؟ خمسة جنيه؟ مش حاجة يعني يا حبيبتي. وطبعا انت بتشرب كل يوم كوباية، في 30 يوم يعني 150 جنيه يا حسن. مش حرام عليك؟ حرام عليك، الفلوس اللي بترميها على الارض دي مش بيتك اولى بيها؟ ده انت ربنا هيحاسبك على التبذير ده، انت من المبذرين يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ها؟ مدفع رمضان صدفة تحولت لتراث مع غروب شمس أول يوم من شهر رمضان سنة 859 هجريا 1455 ميلادي. كان ساعتها ولي مصر المملوكي خوش قدم، واللي جات له هدية مدفع من صاحب مصنع ألماني. وساعتها خوش قدم أمر إن المدفع ده يتجرب، وبالفعل مع الغروب انطلقت أول ضربة للمدفع. وكان ساعتها الناس سمعوا الصوت واستغربوا، بس بعد كده قالوا يمكن ده إذن للفطار.
وتاني يوم خرج شيوخ الحارات وجميع طوائف الشعب المصري لمقر الحكم او لبيت الحاكم عشان خاطر يشكروه على الهدية ديت. فاول ما سمع الفكرة رحب بيها وعجبته جدا، وامر باطلاق المدفع كل يوم طول شهر رمضان، وعمل مدفع للامساك ومدفع للسحور. وفضلت العادة ديت موجودة لحد النهاردة، اللي بدأت من القاهرة وامتدت لجميع البلدان العربية. ظهرت مهنة المسحراتي في عصر الدولة العباسية، تحديدا في عهد الخليفة المنتصر بالله. ان لاحظ ولي مصر ساعتها اللي كان عقبة بن اسحاق ان الناس ما بتاخدش بالها من ميعاد السحور، فساعتها ظهرت مهنة المسحراتي للوجود، بس ما كانش في حد يشتغلها، فنزل بنفسه علشان يفكر الناس بميعاد السحور، وكان بياخدها على رجله من مدينة العسكر لحد جامع عمرو بن العاص في الفسطاط. والكلام ده ساعتها كان سنة 238 هجرية، وكان بيمشي وبيخبط وبيقول للناس الحديث النبوي: عباد الله تسحروا فإن في السحور بركة. أما في العصر الفاطمي أصدر الحاكم بأمر الله الفاطمي أمر الجنود إنهم يمروا على كل بيت وينبهوهم بالسحور، ونفس الموضوع دوت كان بيتم في بلاد المغرب وفي اليمن. أما بالنسبة لبلاد الشام فكان بيبقى التنبيه عن آلة العود أو الطنبور اللي هي السمسمية زي ما كلنا عارفينها دلوقتي للناس اللي هي ما تعرفهاش. وبدأ بقى الموضوع يتطور مع مرور الزمن لحد ما وصل للشكل النهائي اللي كلنا عارفينه، المسحراتي. في كذا رواية بتتكلم عن ظهور الكنافة وارتباطها بشهر رمضان. فالرواية الأولى بتقول إن الكنافة ظهرت في بلاد الشام، إن في صنع حلويات صنعها مخصوص لمعاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية لما كان ساعتها ولي على الشام، لأنه كان بيحب الأكل جدا، فسأل طبيبه فوصف له الكنافة إن هو يأكلها على السحور علشان تشبع، وده آراء بعض المؤرخين. أما الرواية الثانية بتقول إن المصريين عرفوها قبل أهل الشام، ودوت لما دخل المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة فالناس استقبلته بالهدايا، وكان من ضمنهم الكنافة باعتبارها مظهر من مظاهر التكريم. وبعد كده الكنافة اتنقلت لبلاد الشام عن طريق التجار، وديت الرواية الأقرب للتصديق. اللي احنا ما نعرفوش بقى إن الكنافة زمان كانت حكرة على الأغنياء والناس اللي معاهم فلوس، علشان كانت قليلة جدا في السوق وكان سعرها غالي جدا، وبعد كده الكنافة بقت مرتبطة جدا بشهر رمضان. أما بالنسبة لفانوس رمضان ففي أكتر من رواية. الرواية الأولانية بتقول إن الخليفة الفاطمي كان بيخرج لاستطلاع هلال شهر رمضان بالليل، وكانت بتخرج معاه الأطفال، وكان كل طفل كان بيبقى ماسك فانوس في إيديه ويبدأوا يغنوا وينوروا له الطريق، وده كان مظهر من مظاهر الاحتفال عشان ينوروا له الطريق وتعبيرا عن سعادتهم. الرواية التانية بقى إن كان أحد الخلفاء الفاطميين حب إن هو ينور شوارع القاهرة طول ليالي رمضان، فأمر شيوخ المساجد إن هم يعلقوا فانوس بشمعة للإضاءة. وفي رواية تالتة بتقول إن الستات ما كانتش بتخرج غير في رمضان، فكانت كل ستة لما كانت تحب تخرج كان بيصاحبها ولد صغير ماسك فانوس في إيديه عشان خاطر ينور لها الطريق، وفي نفس الوقت يبقى تنبيه للرجالة إن في ست معدية فيفسحوا لها الطريق، فبالتالي مش هتشوفهم ولا هم كمان هيشوفوها. وحوي يا وحوي إياح. وحوي يا وحوي كلمة من أصل فرعوني معناها أهلا أو مرحبا، وإياحة جاية من إياح حطب. إياح حطب عند الفراعنة إياح معناها أمر، وحطب معناها الزمن، علشان تطلع الكلمة السيدة أمر الزمان، أم أحمس اللي طرد الهكسوس من مصر. وساعتها لما هو راجع من المعركة المصريين خرجوا علشان يستقبلوه، وكان في إيديهم مشاعل ومصابيح كانت منورة علشان يبين لهم قد إيه هم مبسوطين بعودتهم، وكانوا بيغنوا وحوي يا وحوي معناها مرحبا إياحة بالأمر. ومع مر العصور بقت الكلمة مرتبطة بشهر رمضان، لأن إحنا بنودع شهر شعبان وبنستقبل قمر شهر رمضان. حسن، نعم. ما قلتليش صح رأيك في البلوزة الجديدة؟ حلوة جميلة جدا. بص أنا دافع فيها دم قلبي. ليه يعني بكام؟ ب 500 جنيه. إيه؟ 500 جنيه ليه؟ 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 ليه ب 500 جنيه؟ أصلي يا بابا براند. أصلي إيه؟ أصلي إيه؟ ده جايبه ب 12 ونص من 2003 معايا. إيه ده؟ ليه البعزقة ديت؟ يا ماما وفري وتعلمي مني. وده موضوع الحلقة الجاية. استنونا.